أصدقائي متتبعي الشان الرياضي، عصام الشوالي يحييكم في هذا النقل المباشر للمباراة. قدامك تشكيلة ليفربول، واضح من رسم التكتيك أن الفريق يلعب طريقة 4-5-1 للسيطرة على وسط الميدان. أمامك تشكيلة الفريق الألماني في فيل فولفسبورغ. الفريق يختار تشكيلة حذرة باعتماد الـ 4-5-1 أيضا. تشاهد معي عبد الله المدرجات الخاصة بالأنفيلد رود، الملعب العريق والقديم والملعب التاريخي لفريق ليفربول. من المعروف أن فريق ليفربول يأمل أن يتمكن من تقديم مخططات تطوير الملعب قبل نهاية العام، كما يطمح إلى الانتهاء من عملية توسيع المدرج الرئيسي في حلول عام 2018. ليفربول أو الفريق الأحمر، الفريق الشهير في مدينة ليفربول، عندهم ديربي شهير في بريتون اسمه ديربي الميرسي سايد، وهذا الميرسي هو النهر اللي موجود في المدينة يتسمى باسمه ديربي الأحمر والأزرق. ليفربول إيفرتون فوتبول كلوب، لكن ديربي إنجلترا وأشهر مقابلة في إنجلترا ترف فيها ليفربول مانشستر يونايتد. نعم، إضافة إلى ذلك نقول بأنه حقق الألقاب المحلية على النحو التالي: 18 مرة فوز بالدوري الإنجليزي، 7 مرات ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، و8 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 15 مرة، ليصبح مجموع بطولات المحلية 48 بطولة. ألبرتو مورينو، جيمس مينا، شينجي كاغاوا. تماس جديد في الماتش. أليكس أوكسليد تشامبرلين، جيمس مينا، ألبرتو مورينو. كرة سهلة وبالتالي استخلاصها يكون أسهل. واحدة اثنين جميلة والكرة ترجع له. كرة طويلة تمشي للطرف، لازال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. رمي التماس. جوليان دراكسلر، تسديدة وكرة في اتجاه الحارس. يا لروعة التصدي ولا أروع يا حارس. كرة ترجع له بعد ما كان مررها من لحظات. الفرسان ياتون للمساعدة. بير ميرتيس ساكا، دانتي، أندر شورل. كرة ممتازة، يسلم ويستلم مرة أخرى. أوندوس كانت حلوة الكرة وترجع له، يبدأ الهجوم. كروس لونج وكرة تمشي عرضية. كأنهم يقدمون الكرة هدية للفريق الخصم. نوري شاهين، فيليبي كوتينو،
أمام فران. كرة عرضية. التمريرة والكرة تركى البعيد من الدفاع. كورنر للريدز. تشينشي كاكاوا يجرب محاولة لكن ضيع. توقيت جيد لاعتراض الكرة للمساعدة في تخفيف الضغط. نيكولا انكولو. ألبرتو مورينو. فيليبي كوتينو. شينجي كاغاوا. يجتهد للحفاظ على الكرة لكن الصراع قوي. أندر شورل. الاستحواذ متواصل على الكرة والتمريرة ممتازة. فرناندو موسليرا. أليكس أوكسلي تشامبرلين. لويس غوستافو. أندر شورل. تمريرة تهدى للدفاع. كرة ستعود من ضربة مرمى. يمكننا الآن من خلال الإعادة أن نشاهد تميز اللاعب في هذه التسديدة. نوري شاهين. جيمس مينا. الشوط الأول ينتهي اللحظة. مستوى الشوط الأول كان متواضع جدا من هذا اللاعب.
حكم المباراة يزفر الشوط الثاني يبدأ الآن. التغطية ممتازة لتشكيل الهجوم. لويس غوستافو يجب أن تكون التمريرة الآن. المدافع يبعد الكرة إلى بر الأمان. الكرة تتجاوز الخط، ضربة زاوية. شينجي كاغاوا، ألبرتو مورينو، نوري شاهين، لعبة بين اثنين، خذوا هاد. أليكس أوكسليد تشامبرلين، ألبرتو مورينو، جوليان دراكسلر، تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك. لويس غوستافو، تمريرة مميزة. جوليان دراكسلر، كرة المدافع، محاولة التسديد، لما تتمنع الكرة على الفريق ليأخذ الأسبقية مش منطق. تشكيلة تتغير من خلال تبديل الآن قرر المدرب. تشامبرلين هاوجات دعم له، ضربه في اتجاه المرمى، مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. يركض في وقت مبكر والتسلل واضح، عامل خيمه في الاوفسايد. شينجي كاغاوا، جيمس مينا، الكرة الجميلة الأخيرة لكرة، ضربة حرة ضد الريدز. قرار الحكم أظنه سليم. أتفق معك. تخلى عليه متزحلق، تاكلينج مش في تايمينج صحيح، هذا نوع من التهور، كان ممكن ياخذ ورقة صفراء، ولكن إصابة اللاعب إن شاء الله لا بأس. أراد الذهاب إلى الكرة لكنه ذهب إلى قدم خصمه، ولذلك المخالفة جاءت صحيحة. المدرب جاهز في فكره وتبديل الآن. شينجي كاغاوا،
روبرتو مورينو. لويس غوستافو. ياتي الدعم من الزملاء في الفريق. وان فران. جيمس مينا. نيكولا انكولو. شينجي كاغاوا. شوف الهجوم، دعم جيد من الزملاء في الفريق، حركات ممتازة للوصول إلى منطقة التمرير العرضية. لويس غوستافو، كرة ترجع له بعد ما كان مررها من لحظات. ما زال الريدز يحاول أن يأخذ الأسبقية. فاول، ممكن فرصة لتسجيل هدف في الدقائق الأخيرة. استمتع معي عبد الله في هذا الأداء الكبير، أداء على الميدان وأداء على المدرجات أكثر من رائع، اللي نشوفوا فيه مشاهد جميلة جدا في ملعب المباراة. أداء المدرجات لم يحدث إلا على إثر الأداء الرهيب جدا في ملعب المباراة. لويس غوستافو. انذار يوجه الحكم ونشوف الريبلاي. نتفق مع الانذار. دقيقة انتهت والمباراة تنتهي.